مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اهلا وسهلا فيكم بقناتي. الناس الجديده هون بالقناه رح احكي لكم شوي عن حالي. انا اسمي عامر شوا، انا مهندس معماري، بس قناتي هون بشارك فيها فلوجات عن الشغلات اللي انا بعملها بحياتي، وبعمل ريفيو كمان لمعدات التصوير اللي بستعملها لانه هي من احد هواياتي. طبعا فلوج اليوم انا حابب اني اخذكم على اجواء العمل تبعتي اللي بشتغل فيها، وحابب اشارككم بمشروع انا اشتغلته وفرجيكم شو التفاصيل اللي اشتغلتها فيه. المشروع اللي راح اخذكم عليه اليوم هو عباره عن كوفي شوب. هذا الكوفي شوب ضمن هوتيل، هذا الهوتيل انا عملت التصميم تبعه ان كان خارجي ولا داخلي. فبعد ما خلصت التصميم الداخلي، الكلاين طلب مني اني اعمل له تصميم للكوفي شوب. فتصميم الهوتيل الداخلي كان كليته مستوحاه من الطبيعه ومستوحاه من اللي هو الفورست او الرين فورست ما كنتم شايفين بالصور. فالكوفي شوب لما حبيت بلش فيه، حبيت اني اعمل شيء يكون له علاقه بالكونسبت اللي انا كنت عاملها بالمشروع. فهلا هون راح افرجيكم تصميم الكوفي شوب الاساسي، وراح اخذكم بعدها لافرجيكم المشروع الواقع وافرجيكم لقطات خلال عمل المشروع، واحكي لكم شوي عن تفاصيل المشروع بالواقع. اكيد كثير منكم حيسالوا انه انت قناتك خاصه بالتصوير، ما لها علاقه بالاركتكتشر، ليش عم تحكي عن مشاريعك الاركتكتشر؟ هاي القناه حابب اني اشارككم فيها كل الاشياء اللي انا بعملها بحياتي. موضوع الاركتكتشر هو جزء كثير كبير من حياتي، فحابب اني افرجيكم جزء من هالتفاصيل اللي بشتغل فيها، فان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبلش الفلوج، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. خلاص بكفي حكي وخلينا نروح. حاليا بالكوفي شوب، طبعا الافتتاح حيكون بعد اسبوعين تقريبا، فمثل ما انتم شايفين احنا بالمراحل الاخيره للمشروع. فمثل ما انتم شايفين بس الباقي عنا رح يجي عنا بالمنطقه الخلفيه مكان الاضويه المعلقه، رح يكون في عندي ستيكر بلاك في عليه كتابات، وفي عندي اللي هو العشب اللي حيكون نازل بين السقف، وفي عندي كمان تحميلات. في عندي بالنسبه للريسبشن بعده مو خالص، رح يكون في عنا اللي هو البراد وهي الامور، وفي عندنا الكراسي وفي عندنا الفرنتشر. فيعني مثل ما كنتم شايفين الاشياء الاساسيه تقريبا خلصت، ضل بس في عندنا اللي هو موضوع الفرنتشر والتكميلات، وفي عندنا كم شغله بسيطه. يعني مثل ما كنتم شايفين انا بالنسبه للجزء اللي تحت استخدمت التايز اللي هو شكل مسدس، استخدمته بطريقه معينه بحيث انه يتركب بطريقه راندوم وعشوائيه. مثل ما انتم شايفين هو في عندي اللي هي ستاندرد، هي ستاندرد بتكون عباره عن طاولات، بس طاولات مرتفعه، فراح يكون في عندي كرسيين مثل الطاوله، وراح يكون في عندي هون الطاوله. هاي الطاولات كمان راح استخدم فيها نفس الماربل اللي استخدمته بالمشروع، اللي هو الماربل الابيض اللي فيه ورق فضيه، وفوق كل طاوله في عندي اللي هو الهانجينج لايت، راح يجي عباره عن بالب، فنحن حاليا بعدنا ما ركبناها. ومثل ما انتم شايفين من السقف هذا كل شيء، يعني كل شيء بلاك راح يتعبى جراس نازل، الجراس راح يكون نازل بطريقه عشوائيه، ما حيكون انه راح تحس انه كلياته نازل بارتفاع واحد او حجم واحد. هلا هي الموسيقى اللي وراي بالخلف، راح تكون كلياتها عباره، هي هون راح يكون المدخل، وهون هذا الجدار مثل ما انتم شايفين راح يكون ماربل، راح يكون في هو ماربل، راح يكون في بناته وجروفات ستيل جولد. طبعا هذا المنظر اللي راح اشوفه اول ما ادخل على الكوفي شوب للسقف، مثل ما انتم شايفين كيف التشكيل اللي عملته بالجبس، راح يكون بيناته موزع جرين. طبعا هذا الجرين انا فكرت باكثر من طريقه من عشان نعلقه، لانه مثل ما انتم شايفين في عندي خدمات هون تحت، فانا شفت انه انسب طريقه انه نزرع شبكة ستيل تمام ونعلق عليها هذا الجرين بشكل روندوم. ففعليا هذا الجرين ما حيكون معلق بالسلابة، رح يكون رح نزرع هون شبكة ستيل عالداير بشكل الجبس، ورح نعلق عليها الجرين بشكل روندوم عشان يعطينا اللي هو الإفكت انه نعلق وين ما بدنا، يعطينا رياحية في الشغل والعمل يعني. فهذا الشيء كثير رح يساعد. حتى مثل ما كنتم شايفين هون عندي الخدمات كانت مبينه، هاي الخدمات كلياتها رح تختفي بالجرين، يعني انا فعليا الاي سي الهواء اللي رح يطلع منه حيكون ورا الجرين، فانا عيني ما حتشوف غير الجرين، يعني ما رح اشوف كل هالخدمات ما رح اشوفها.
عنا الاستيكر الأسود اللي حيكون في عليها الكتابات ورسومات معينة، رح تبين مثل كأنه مرسومة بالطبشور. وهون في عنا كمان استيكر تاني، هذا الاستيكر اللي حكيت لكم إياه عليه، هون رح يكون ورا الطاولات، تمام. وهون رح يكون في عنا الكونكريت بينت، ورح يجي هون عندي تشكيل بالمعدن وبالوود، رح أعمل له يعني تفصيل، في له تفصيل معينة حاليا عم بشتغلوا عليه بالمصنع. وهون رح يكون عنا اللي هو الكونكريت بينت، هون رح يكون عنا الكونكريت بينت مع اللوجو تبع المطعم. طبعا هاي عينة الكونكريت بينت اللي اخترتها أنا، ماكم شايفين في عاملين لي أكتر من عينة، في هاي عينتين وفي هاي عينة ثالثة. هاي العينة اللي اخترتها أنا الأبروف. أول ما تدخل هتشوف الكونكريت بينت وول مع لوجو كبير جولدن براش فينيش، وبعدين هيك رح تدخل على المطعم. فهذا اللي رح تشوفه. طبعا أنا كل الجولد اللي استعملته بالمشروع رح يكون براش فينيش، ما عدا هذا الجدار رح يكون فيه الجروفات الستانلس رح تكون ريفلكتد. أنا بالنسبة لي بفضل البراش فينيش، بس ريفلكتد هون شفته إنه بيكون أجمل ورح يعطي حيوية أكثر للحياة، بما إنه رح يعطي انعكاسات مختلفة، خاصة إنه هذا الجدار صاير كبير، وشفت إنه كميته كتير خفيفة لأنه رح يكون هو عبارة عن جروفات بسيطة بس. فأنا بشوف إذا أجر ريفلكتد بيجي أفضل. أحب كتير لما يكون في عندي جروفات في الباب، عن جد بحسهم بيعطوا جمالية كتير. هذا هو البار تبع الكوفي شوب اللي حكيت لكم عليه، مثل ما كنتم شايفينه جدا سيمبل، عبارة بس عن كيوب وكيوب ماربل أبيض. ورح يكون عندي هون بير فريج، رح يجي ارتفاع تقريبا 1.20 متر، ورح يكون عندي الكاشير وهالأمور. كتير سامبل، كتير سيمبل، ورح يكون هو العنصر الأساسي عندي بالكوفي شوب. فحبيت بس قدر الإمكان بحيث إنه بيعطي جمالية وفخامة أكثر. هون رح تيجي عندي هو البراد اللي حكيت لكم عليه. طبعا البراد نحن طالبينه بس يعني بعده ما ركبوه، بانه بعده ما خلصوا 100% الشغل. ما كنتم شايفين الابريكه تم غطاه بكرتون عشان ما يتوسخ البي في سي اللي موجود بالارض. طبعا رح يكون لونه قريب من لون الخشب اللي نستعمله. نجي هلا هون لمنطقه الطاوله اللي حيكون عليها خدمات كوفي شوب. هون رح يكون في عندي الماشينز تحت، الابعاد طبعا انا اخذتها حسب ابعاد كل ماشين الستاندرد تبعتها. ومثل ما كنتم شايفين في توصيلات كهرباء خاصة بالماشين وبأبعادها، فهي المساحة كلها محسوبة على حسب الماشين. وهون رح يكون في عندي اللي هي الواشينج، اللي هي السينك رح تكون موجودة. وهون في عندي خزن عشان لو احتجناهم ممكن فيهم أدوات اللي هي الكوفي شوب. طبعاً هون أنا استخدمت مادة البي في سي في الجدار، هي بالعادة تستخدم الأرضيات بس أنا حبيت أستخدمها بالسقف عشان تعطي نفس الروح للأرضيات المستعملينها بس بغير لون أبيض. هون استعملت تايلز بلاك كولور اللي هو هيكسجون شيب شكل المسدس. وهون استعملت سترايب خشب، طبعا لون الخشب هذا نفسه لون اللي أنا مستعمله بالأرضيات ونفس لون خشب الأبواب مثل ما هلا رح أفرجيكم. أنا حبيت أخلي شكل الكاونترات والطاولة إنه تكونوا بيور وايت، يعني تحسهم بس وايت ماربل عشان اركز على جماليه الماربل الابيض اللي بستخدمه. فانا كثير بحب هاي الماتيريال، فانا دائما بحب استخدم في مشاريعي، فحبيت اني اركز عليه. طبعا وصلنا هلا لنهاية الفيديو، بتمنى انه يكون عجبكم. اذا عجبكم حطوا لنا لايك وشير واشتراك، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وبشوفكم بالفيديو الجاي.